ضيفولي حارس مرمى خلوق وحارس مرمى ممتاز سلوكيا كمان، سلوكيا راجل محترم وكويس وملتزم، فنيا حارس مرمى جاي يعني هو سنه صغير يقدر يعمل يساعد مصطفى شوبير يساعد الحراس بتوع النادي الاهلي، وفي نفس الوقت مش هيبقى اصل برضك اوضه اللبس بالنسبه لحراسه المرمى او اللعيبه كلها يعني محتاجه يكون في هدوء شويه. انا دلوقتي مصطفى شوبير من حقه ياخد فرصه، ومصطفى شوبير حارس مرمى جيد جدا، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده ان هو حارس مرمى مستقبل للنادي الاهلي، فمن حق مصطفى شوبير انه ياخد فرصه. وبرضك الزنفولي ده اول تدريب للزنفولي معانا اهو عشان برضو الناس تبقى الزنفولي لعب معايا موسم كامل في اسوان، ومن الناس اللي يعني قبل التمرين تلاقيه ملتزم بيحضر بشكل كبير جدا. حارس مرمى ستايل بتاعه كويس جدا، عنده شويه نواقص يقدر يشتغل عليها بشكل كبير جدا، لكن عنده عناصر مهمه جدا بالنسبه لحراسه المرمى. عنده قوه انفجاريه يعني ممتازه جدا، ودي مهمه جدا، هيعمل روح تنافس مهمه جدا. حراسه المرمى في اي مكان محتاجه تنافس.